والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو مجددا في هذه السلسلة تاع تعليم اللغة الإنجليزية، والدرس تاع اليوم غادي نخصوه هو الدرس الأول في المستوى الثاني لكي يوافق دروس مقررة في السنة الأولى بكالوريا. الدرس تاع اليوم هو واحد الزمن الأزمنة تاع اللغة الإنجليزية اللي هو السيمبل باست. وسكون تعرفوا بلي أن أزمنة اللغة الإنجليزية هي العدد ديالها كاين 12 زمن، 12 طون، 12 تشانسز. هاد الأزمنة كلها خص أي متعلم خصوصا في التالي والتالي يكونوا عارفينها كاملة. هي في الحقيقة نقدر نوصفوها عامة، هي ماشي صعيبة بزاف إلا بلان يعني خداها من الأول. بلا ما نطول عليكم نهضروا على سيمبل باست للدرس ديالنا نتاع اليوم. سيمبل باست هو واحد الزمن يعني ماشي صعيب بزاف خصوصا في لافورم ديالو، هو غير كتاخذ واحد الفعل كيما كان هذا الفعل وكتزيد له واحد الايدي في النهايه ديالو، واحد السافيكس واحد لا تيرمينيزو في التالي هي ايدي، فكتحصل على فعل سيمبل باست. كاين مجموعه من القواعد ومجموعه من الضوابط في الاضافه نتاع هذا الايدي، وكيفاش كان تغير هاد لا فورم من النيجاتيف النفي للانتروغاتيف السؤال، كاع هاد الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الدرس. اذا بقاو معنا باش نشرحوا هاد الدرس. اذا ننتقلوا هنا باش نشرحوا سيمبل باست بكل بالتفاصيل ديالو. عندنا كنا قلنا في دابا بلي اي زمان كينقسم الفورم يعني تركيبه ويوس واستعمال، كيفاش كيتركب وفوقاش كنستعملوه. نبداو اولا بالفورم، الفورم اوف ذا سيمبل باس. الفورم تاع ريجولار فيربس هي بسيطه بزاف، كان ناخذو غي الفعل وكنزيدو له واحد لا تيرمينيزو ايدي، كنزيدو له ايدي بحال اكزامبلز عندنا واتش يشاهد، واتشد شاهد، فينيش ينهي، فينيشت انهى، كول ينادي، كولد نادى. يعني فقط الافعال العاديه اللي تخضع القاعده كنزيدو لها فقط في الاخير واحد الايدي فكترجع في الباست. نشوفوا لي فورم بثلاثه نتاع the simple past. عندنا most verbs conjugated by adding ed like the verb wait. يعني اغلب الافعال كتتصرف في الماضي باضافه ed بحال الفعل، ناخذ على سبيل المثال الفعل wait ينتظر. هنا في الافيرماتيف، افيرماتيف يعني الجمله العاديه، الجمله الاخباريه لما فيها لا نفي ولا سؤال. جميع الضمائر كيتصرف معهم الفعل في الماضي بنفس الطريقة، فقط ناخدو الفعل فقط ونزيدو له واحد الايدي. I waited, you waited, he waited, she waited, it waited, we waited, you waited, they waited. بالنسبة للنيجاتيف، بالنسبة للنيجاتيف هنا واحد الملاحظة، كما غادي تشوفوا في التصريف نتاع سيمبل بريزنت، ان في النيجاتيف كنحتاجو واحد لوكسيليير دو، واحد الفعل مساعد دو، لان الفعل ويت ما يمكنناش نديرو به بوحدو النيجاتيف، وانما غادي نحتاجو واحد لوكسيليير، وهذا تشوفوه بالتفصيل ان شاء الله في الدرس في المستوى الاول مع السيمبل بريزنت. هنا دو دو في سيمبل بريزنت كيولي في الباست كيولي ديد، كيولي ديد. اذا غادي نحتاجو هذا الفعل المساعد باش نصرفو للنيجاتيف والانتروغاتيف. ف سيمبل باست كياخدو
لوكسيليير دو كيرجع ديد، وفي هذه الحاله الفعل الاصلي كيرجع للانفينيتيف، كيرجع الاصل ديالو ما نحيدو له ديك الايدي، لان الزمان خداه لوكسيليير دو هو اللي رجع ديد. لان ما كاين واحد القاعده في اللغه الانجليزيه وكاين حتى في الفرنسيه ولغات اخرى اوروبيه كثيره، اننا الا كان عندنا الا كان عندنا جوج نتاع الافعال في نفس الجمله وصرفنا هذيك الجمله، الفعل الاول فقط هو اللي يتصرف، الفعل الثاني كيبقى في الانفينيتيف، كيبقى في الاصل ديالو ما كيتصرفش. اذا في نفس حتى هذه ما كتغيرش، كنقولوا I did not wait, you did not wait, he did not wait, she did not wait, it did not wait, we did not wait, you did not wait, they did not wait. هنا هذه الصيغة الكاملة did not wait. نقدو نديرو واحد صيغة أخرى مختصرة تاع did not، فكيولي دي didn't wait didn't wait. هذه الصيغة المختصرة نتاع did not. قولوا I didn't wait, you didn't wait, she didn't wait, you didn't wait, they didn't wait إلى آخره. بالنسبة للصيغة تاع السؤال الانتروغاتيف، الانتروغاتيف فقط كنقلبوا البروناون يعني الضمير مع الفعل المساعد في هذه الحالة، فكيرجع كنبديو بديد عاد كنديرو الضمير بحال did I wait, did I wait، وكنديرو علامة استفهام ضروري ما خصناش نساوها، did I wait, did you wait, did he wait, did she wait, did it wait, did we wait, did you wait, did they wait. وكما قلنا wait هنا مراش ما زدنالوش ديك عفوا ديك ديد ما زدنالهاش الاي دي. علاش؟ لان الزمان هزو الاوكسيليير دو، فرجع هو ديد، اذا ما كانلاش نزيدو نصرفو في نفس الجمله، نصرفو فعل اخر ردوه في الباست، احنا ديجا صرفنا الفعل الاول. هذا بالنسبه للافعال العاديه اللي كتخضع للقاعده. اما بالنسبه للافعال اللي خارجه على القاعده، كاين واحد المجموعه نتاع الافعال اللي خرجت على القاعده وما قبلتش هذيك الزياده نتاع ايدي اللي كاينه في القاعده تاع السيمبل باست، وانما خدات واحد التغيير كلي، تغيير جذري في السيمبل باست. هذه الافعال كلها يمكن مجموعه في واحد اللائحه هنا نتاع الريجولر، بحال هنايا بوت كيبقى بوت، هنا ما نقولوش بوتد، بوت كيبقى بوت، كوست كتبقى كوست، كات كتبقى كات. هنا هذه اللائحه هذه فيها جميع الافعال، ماشي جميع الافعال وانما اغلب الافعال المهمه اللي كنستعملوها بزاف مع الشرح ديالها بالعربيه. هذه الافعال اللي ما كتغيرش، بوت بوت، كوست كوست، كات كات، هيت هيت الى اخره، فما يبقى عليها حتى تغيير، كتبقى كما الانفينيتيف او البريزنت كما الباست. كاين افعال اخرى بحال مثلا learn كتولي learned، spell كتولي spelled، spoil كتولي spoiled، كاين spend كتولي send كتولي sent، build كتولي built، spend كتولي spent. كاين افعال اخرى مثلا read، read ما كتغيرش ولكن كيتغير غير لا برونونسياسيون ديالها، غير النطق ديالها، كتكون في البريزنت read، في الباست كتولي read. وكاين واحد الفعل من الافعال المهم هو بحال هذا do، كيولي did سواء كان فعل او كان فعل مساعد، سواء كان فعل صحيح او فعل اوكسيليير يعني فعل مساعد. كاين مثلا the verb to be كيولي was ولا were كما تلاحظوا هنايا.
إذن هذه أفعال غير خاضعة للقدر، هذه ما كانت شي طريقة أخرى باش نفهموهم غير أننا نعقلوا عليها ونحفظوها كما راها. نمشيو دابا الجزء الثاني اللي هو الاستعمال نتاع سيمبل باست. الاستعمال نتاع سيمبل باست، سيمبل باست عنده جوج نتاع الاستعمالات اللي مهمة، وكاين استعمالات أخرى ولكن أهمها اللي يحتاجها المتعلم في هذه المرحلة هي جوج نتاع الاستعمالات. Use the simple past to use the simple past for an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes we do not mention a specific time. بمعنى أننا simple past كنستعملوه لواحد الحدث اللي بدأ وكمل في الماضي، ما بقى عنده حتى علاقة بالحاضر، وبدأ وكمل في الماضي في واحد الوقت محدد. في واحد الوقت محدد، شي مرات داك الوقت كان نشيرو له كنبينوه في الجملة، شي مرات ما يحتاج، فقط انك دير الفعل في السيمبل باست راها هذيك لاكسيون راه خدات المجال ديالها في السيمبل باست. عندنا امثلة اكزامبلز، اي سو ا موفي يسترداي. هنا سو هذا فعل الريغولار ما خاطرش القاعده ما كديرلوش ايدي، والاصل ديالو الاصليه له سي كما راكم تشوفوا هنا، كيولي في الباس كيولي سو. اي سو موفي يسترداي يعني رايت فيلما البارحه، عفوا رايت فيلما البارحه. اي ديدنت سي، ثانيا اي ديدنت سي ا بلاي يسترداي، لم ارى مسرحيه البارحه. Last night ثالثا، last night I traveled to Japan، يعني السنة الماضية سافرت إلى جابان. رابعا، last year I didn't travel to Korea، السنة الماضية لم أسافر إلى كوريا. هنا هي في صيغة النفي. صيغة السؤال خامسا، did you have dinner last night، هل تناولت عشاءك الليلة الماضية. هنا سادسا، هذه الخامسة راها في صيغة السؤال. سادسا، she washed her car، يعني لقد غسلت سيارتها. هنا لم نشير إلى الزمن بالتحديد كما أشرنا في الجمل السابقة، yesterday yesterday last year last night. هنا عفوا، هذا لا أدري هذا الميساج كيبان لي كل خطرة. هنا عندنا she washed her car، يعني غسلت سيارتها. سابعا، he didn't wash his car، يعني هو لم يغسل سيارته. هنا لم نشير إلى الزمن، وإنما بمجرد أن وضعنا الفعل في الماضي فالحدث وقع في الحدث وقع في الماضي. هذا بالنسبة للاستعمال الأول، هذا بالنسبة للاستعمال الأول. بالنسبة للاستعمال الثاني، نستعمل we use the simple past to list a series of completed actions in the past. These actions happened first, second, third, fourth, and so on. يعني نستعمل الماضي البسيط لنستعرض لائحة من الأحداث التي انتهت في الماضي. لائحة من الأحداث التي انتهت في الماضي. وتكون هذه الأحداث يعني قد وقعت واحدة تلو الأخرى، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره. أمثلة هنا، أولا I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim، يعني أنهيت العمل وتمشيت إلى الشاطئ ووجدت مكانا أسبح فيه. هنا تمشيت أو أنهيت العمل وقعت هي الأولى، ثم بعد ذلك تمشيت هي الثانية، ثم بعد ذلك وجدت مكانا أسبح هي الثالثة. يعني هنا ترتيب الأحداث في الماضي واحدة تلو الأخرى. ثانيا، he arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and met the others at 10. يعني وصلت من المطار مع الثامنة، وحجزت في الفندق مع التاسعة، والتقيت بالآخرين مع العاشرة. هنا تحديد للزمان واحدة تلو أخرى،
وكلها وقعت في الماضي. إذا هنا نستعمل الماضي البسيط the simple past. إذا ما يجب أن هذا كله ما يجب أن نتذكره عن الاستعمال. إذا the simple past يجب أن نتذكر شيئين اثنين: التركيبة لماذا يتكون السيمبل باست، والتركيبة لدينا حالتين: تركيبة للأفعال العادية التي تخضع لقاعدة وذلك بإضافة ED، ومع مراعاة حالة النفي والسؤال ندخل الفعل المساعد دو ويصبح ديد. الحالة الثانية هو الأفعال الغير خاضعة للقاعدة، وهذه يجب أن نتذكرها ونحفظها كما هي، وستجدون في الأسفل رابط يحيلكم على هذه اللائحة. الجزء الثاني يتعلق بالاستعمال. هنا الاستعمال لدينا استعمالين: الاستعمال الأول لحدث وقع في الماضي في وقت معين، وقع في الماضي وانتهى في الماضي في وقت معين. هنا يمكن أن أحدد الوقت ويمكن أن نتركه هكذا. أو لسلسلة من الأحداث وقعت واحدة تلو الأخرى. نبدأ بالتي وقع بالحدث الذي وقع أولا، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، إذا كانت كلها وقعت في الماضي، ونضع الأفعال كلها في صيغة الماضي. إذن هذا كل ما يمكن قوله عن simple past. إذن من بعد هذا الشرح اللي شفناه، نظن بلي الأمور أصبحت واضحة بالنسبة لهذا الزمان اللي هو simple past. نكتفي بهذا القدر أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا. إذا كان عندكم أي سؤال أو أي ملاحظة يمكن تخليوها لنا في التعليق لتحت، وغادي نحاول قدر الإمكان أننا نجاوب عليها ونوضح المسائل. هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.